بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. البنات اللي متبعيني تنسلم عليكم. وجبت اليوم واحد الرشيمه بغيت نشاركها معكم، وتنشكر البنات بزاف اللي تيخليو لي داك التعاليق الزوينه اللي تتشجعني وتتفرحني. الله يجازيكم بخير، شكرا لكم بزاف البنات. وجبت هاد الرشيمه ديال الطرز، فيها الخطفه وفيها المسوس في نفس الوقت، ونطبقها معكم ان شاء الله. يا ربي تعجبكم وتطبقوها حتى نتوما ان شاء الله. يلا غادي نبداو ان شاء الله على بركة الله. بسم الله. تشوفوا معايا اللون جميع ان شاء الله، اللونات غادي يجيو زوينين ديال الصيف. الورده كلها غادي تجي بالمدخول. تنخدم تعمار عادي اللي تنعاود بواحد الشبيكه من الفوق ديال الخطفه.
تدعي بدمعتك طالب.
انا البنات انا رجعت بعد ما كملتها ودرت ليها الكاويه شنفتها، ها انتما كيفاش طلعات اللوينات كيفاش جاو، هذا راه صفر مع التنصور دابا مع الليل المغرب دوات وشويه جا الفيديو شويه واخا هكاك ما جاش مضوي مزيان. المهم انتما البنات شوف كيفاش جات الخدمه، راه متقونه وهاد راه رقيقين راه تيبانو هكذا. المهم الخدمه راه ديال المشبك راه رقيقه ومتقونه، تنبقى نعاودها كشتي تنبقى ندي ونخط ونجيبو جوج مرات ثلاثه حتى يولي تامر. وانتم الشكل ديال الخطفه كيفاش جا، نتمنى تعجبكم البنات وتطبقوها. يلا البنات ما تنسونيش من التعاليق الزوينه ديالكم ومن الاشتراك في القناة ولايك البنات، ما تنساوش لايك وتبارك الله عليكم، وإلى فيديو جديد إن شاء الله ورشمة أخرى نطبقوها جميعا إن شاء الله، وتبارك الله عليكم وإلى فيديو جديد إن شاء الله. لايك البنات ما تنساوش لايك.